النهارده موجودين ليه النهارده في المكان ده يعني في قرب العباسيه ليه يعني؟ احنا موجودين في المكان ده النهارده قرب العباسيه لان المفروض عندنا صوار في اسكندريه وصوار في السويس وصوار في اسماعيليه بتضربوا دلوقتي من الشرطه العسكريه والجيش. جت لنا اخبار مع المنصات ان في ناس مربوطه بحبال ورا محافظه تقريبا بتاعه السويس والشرطه العسكريه بتضرب فيهم دلوقتي. فاحنا عملنا مسيره لغايه وخط الدفاع وكنا بنقول سلميه لان الجيش وصل واقف عامل لنا كردون كده ناحيه انا مش عارف الشارع ايه بس هو ده الشارع. لقينا الجيش عامل لنا كردون كده وبعدين ضرب علينا رصاص حي في الهواء. لو حد معاه رصاص ده انا مش عارف. ايوه في رصاص حي كان في الهواء بس في الهواء مش علينا يعني. بس وقفنا واحنا مستنيين يعني نشوف ايه الموقف ده. احنا واقفين بنقول رساله واحده بس للناس دي احنا مش قطيع احنا مش ناس تقدر ان انت ما تهشناش بحصايا. احنا عندنا مطالب ونقولها بطريقه سلميه مشروعه ما فيهاش ادنى ايه مطالبكم بقى؟ ايه المطالب بتاعتكم؟ الناس بتوع السويس واسماعيليه بيضربوا ليه دلوقتي؟ دي حاجه. شغلت النائب العام المجلس العسكري المفروض ان هو يقال تطهير القضاء من الناس اللي فيه. التباطؤ اللي احنا فيه ده احنا المفروض ان احنا في تباطؤ غير طبيعي. البلد بتغلي من جوه ومش حاسين ان في حد معانا. ماشي تغيير الوزراء تغير الوزاره اتغيرت اوريدي بس ما فيش حد جه جنب وزاره الداخليه. وزاره الداخليه المشكله الاساسيه في كل حاجه من دي وفي نفس الوقت ما حدش جه جنبها. المفروض ان اهالي الشهداء لغايه دلوقتي ما حدش خد حقهم. اهالي الشهداء لغايه دلوقتي نايمين على الرصيف ما حدش عارف عنهم حاجه. فاحنا نازلين كلنا بنقول يا جماعه حق الناس دي فين؟ حقنا احنا فين؟ احنا ما بنلتفش على حاجه. الناس المفروض في صحافه فرنسيه او ناس فرنسيين كانوا بيتكلموا معايا في مره بيقولوا لي احنا مستنيين نشوف اذا كنتوا انتوا هتبقوا حركه اصلاحيه زيكم زي ثوره عرابي وان انتوا كده مجرد اصلحتوا حبه حاجات في البلد لكن النظام الراسخ الفاسد اللي موجود ده لسه موجود ولا لا؟ احنا بنتفرج عليكم دلوقتي. احنا في وضع لا يحمد لا يحمد عقباه حقيقي. احنا مستنيين بس وضع يعني احنا مستنيين الناس اللي بره قاعدين في الكراسي دي يفهموا الناس اللي تحت دي عايزه ايه وينفذوها بمجرد قلم زي ما الناس بمجرد قلم بتروح النيابه العسكريه وتاني يوم الصبح نلاقيها في السجن الحربي. عايزين الناس دي بمجرد قلم تتشال. ما فيهاش ادنى دم ما فيهاش تعصب ما فيهاش نوم على الشوارع. داخلين على رمضان الناس كلها في حاله غليان عايزين الحق وننام في البيوت ونعيش حياه رخاء وسلم. ما ينفعش تبني على فساد. ازاي بتنظف الاول بعدين بتبني بتنظف اي حاجه بتبيض الشقه عشان تسكن فيها. اي حاجه بتبتدي الاول بنظافه وبعد كده بتنتهي بان انت